بمناسبة ذكرى النصر الثانية على تنظيم داعش الإرهابي، فرحة غامرة تعم أحياء ومدن الأنبار بهذه المناسبة التاريخية العظيمة لتحرير أكثر من ثلثي مساحة العراق. قيادات أمنية ثمنت جهود جميع الفصائل التي حملت على عاتقها عبء التحرير من براثم الإرهاب، ممثلة بالجيش وقوات الأمن والحشد الشعبي والمواطنين وكل من شارك في صنع هذا النصر العظيم. فرحة كبيرة على قلوبنا وعلى قلوب العراقيين، والرسالة الأولى والتهنئة أوجهها إلى تحياتي واحترامي إلى عوائل الشهداء الأكرم منا جميعا الذين ضحوا بأغلى شيء، وإلى جرحانا أيضا من القوات الأمنية جميعا وكذلك المواطنين بشكل عام جميعا، إلى هذه الشريحة الطيبة التي ضحت بأغلى شيء بالغالي والنفيس من أجل بقاء العراق حرا عاليا كريما محافظ على السيادة على الأرض والعرض. الأعمال الوحشية وقتل الأبرياء من قبل داعش لا زالت حاضرة في أذهان أهالي الأنبار الذين ذاقوا الأمرين من جرائم الإرهابيين الخارجين عن القانون، إضافة إلى تدمير البنى التحتية جراء التخريب والتحرير معا. والأهالي ينتظرون من الحكومتين المحلية والاتحادية إعادة ما دمره الإرهاب ليعيشوا بأمن وأمان بعيدا عن آثار الحرب والإرهاب. تذكر الجرائم اللي جرائم داعش الإرهابي من قتل وتهجير وخراب البنى التحتية ودمار البنى التحتية في المحافظة. يعني نتذكر الأيام اللي مرت علينا العصيبة جراء التهجير والبهذلة كل شيء، يعني بزيبز أو المخيمات أو التهجير. وما سببت داعش من دمار محافظتنا الأنبار، تدري أنت هاي المحافظة رجعوها يمكن إلى 500 سنة لورا، دمروا الجسور، دمروا المدارس، دمروا المستشفيات، دمروا دوائر الدولة، البنى التحتية مال المحافظة كلها انهارت بسبب هذا الإجرام اللي صار بمحافظتنا. بس احنا نتوقع او نتمنى ان من حكومتنا ان تعيد هاي البنى التحتية على الاقل، يعني خاصة احنا لحد هاي اللحظة يعني مستشفى لحد هاي اللحظة ما عندنا. ويحتفل الأنباريون للعام الثاني على التوالي بمناسبة ذكرى إعلان النصر على داعش الإرهابية، لكن أعمال التخريب والتهريب بحقهم لا تزال في أذهانهم. هذه المعاناة تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومتين المحلية والاتحادية والمجتمع الدولي لإعادة ما خربه الإرهاب. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.